ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يعني حموت جسمي يا ولاد كله بيوجعني، صداع في دماغي، صداع دماغي هتتفتك مني. ام انس السبب يا ولاد، ام انس هي السبب. ايوه هي السبب، هي اللي عملت فيها كده. ليلة امبارح، ايوه ليلة امبارح يا ولاد. يعني ليلة امبارح عملت كيكة يا ولاد، شكلها حلو حلو قوي. عملت كيكة شكلها حلو، انا لقيتها حلو قلت اشوف طعمها ايه. اكلت منها يا ولادي، اكلت منها كان طعمها حلو جامد. حتتين يا ولاد، حتتين الكيكة اللي هي عاملاهم يا اختي، وعينيكم ما تشوف الا النور. اللي حصل لي بعدها بنص ساعة مش شايفة قدامي خلاص، ما عادش شايف. السكر عالي، وصل لـ500. السكر عالي يا ولاد، كنت هموت يا ولاد امبارح. الحمد لله لحقوني لسه في العمر بجي، لسه الاجل ما جاش. ايوه نصيحة ليكو، اللي تشوف الوصفة بتاعت ام انس ديت متكترش منها يا ولاد. لو واحدة عجوزة زي حالاتي، ايوه اصل حلوة جوا انا اكلت منها، ايوه مكترش، تاكل حتة صغيرة عشان السكر ما يعلاش زيي. انا كنت هضيع امبارح، ليلة امبارح كانت ليلة طويلة عليا يا ليلة. العيال امبارح طول الليل صاحيين فوق دماغي، خايفين الله يحصل لحاجة. كل شوية ابني يبص على نفسي يشوفني شغال ولا لا، شوف نفسي شغال ولا لا. ادعولي يا ولاد، ادعولي ربنا يشفيني والسكر يتظبط. ادعولي السكر والضغط وحالي، دعواتكم يا ولادي، دعواتكم. واسيبكم على خير، شوفوا الكيكة اللي ام انس عملتها. سلام عليكم.